أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ودوره في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وصقل قدراتها المهنية والمعرفية بما يرتقي بجودة وكفاءة الأداء في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويدعم الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد رميحي لدى استقباله منتسبي الدفعة الثالثة لبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية أهمية هذا البرنامج التدريبي كأحد المبادرات النوعية والرائدة التي تعكس ثقة القيادة الحكيمة في قدرات وإمكانات الشباب البحريني المبدع وإيمانها المطلق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محور التنمية الشاملة والمستدامة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وحكومته الرشيدة. وحث وزير شؤون الإعلام العناصر الشابة والموهوبة على الاستفادة المثلى من هذه الفرص التدريبية الإيجابية في تحسين قدراتهم والتزود بالخبرات والمهارات القيادية والتحليلية والعملية بما يعود بالنفع على تحسين الإنتاجية ورفع جودة وفعالية الخدمات العامة وفق أفضل التطبيقات والممارسات الإدارية العالمية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة. ومن جانبهم أعرب منتسبو الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن شكرهم وتقديرهم إلى سعادة وزير شؤون الإعلام على استقبالهم وتحفيزهم على مزيد من الإبداع والمسؤولية في خدمة الوطن وإطلاعهم على طبيعة العمل الإداري والمهني والفني في وزارة شؤون الإعلام وأحدث التجهيزات التقنية المتوفرة في استديوهات الإذاعة والتلفزيون وقاعات التحرير الصحفي والإخباري ومركز الاتصال الوطني.